أهلا بكم إلى موجز من الأنباء. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر طبية عن سقوط قتيل ثان في مصادمات بين محتجين على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقوات الأمن في الجزائر. وكان القتيل الأول قد قتل بالرصاص في مواجهات شرق العاصمة الجزائرية. وقد اتسعت أعمال العنف والمواجهات بين الشرطة ومحتجين على الأوضاع المعيشية لتشمل العاصمة ومدن أخرى. ومن المقرر أن تعقد الحكومة الجزائرية اليوم اجتماعا خاصا لمناقشة الأوضاع. أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء تعامل السلطات التونسية مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ومن تدخلها في الإنترنت. كما علمت الجزيرة أن 3 مصابين بطلق ناري أمس من مصابي الاحتجاجات التي دارت أمس في مدينة السعيدة بسيدي بوزيد أدخلوا العناية المركزة. قال رئيس السوداني عمر البشير في مقابلة خاصة مع الجزيرة إن واشنطن وبدلا عن تنفيذ وعدها قبل اتفاق نيفاشا برفع العقوبات وتحسين العلاقات مع الخرطوم قررت فتح ملف إقليم دارفور وممارسة ضغوط جديدة. قال مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري أن العراقيين ما زالوا مقاتلين وأحث أنصاره على رفض كل محتلي العراق. كما دعا الصدر أنصاره إلى إعطاء فرصة للحكومة للعمل وقال إذا لم تخدم الشعب فإن طرق إصلاحها يجب أن تكون سياسية فقط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.